هذا من خالد محمد على هاشتاج ملابس بسي ابو عبد العزيز، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سنه جديده وكل عام وانتم بخير يا استاذ خالد. واحب اقول منور الشاشه انت وعملاق الحراسه محمد الدايع. حبيبنا ابغى محمد يعطينا رايه في النصر من ناحيه صفقاته، وش توقعاته للنصر؟ اكيد ان النصر منافس، كل سنه ينافس، يمكن للعام فقط انه دائما انا انصح يعني دائما جمهور النصر واعلام النصر للاسف الشديد انه يوجه المدح كله على لاعب واحد اللي هو تلسكا، يخلي اللاعبين الثانيين، وهذه ترى مشكله. عكس الهلال اللي كل يمدح لعيبته اعلامه وجماهيره، لكن جمهور النصر للاسف وجمهور الشباب للاسف بنيقة بعد برضه انه هو اللي قاعد يسوي، هو المدافع، هو اللي بالمحور بالهجوم الفاولات، هذه ترى هي الميزه اللي بالنصر اعتقد انها تضره وتضر اللاعبين الاجانب اللي مع تلسكا. هذا منتصف ايلول يقول لك يا كابتن عبد الرزاق، اللي قدمه مصعب الجوير في الدقائق اللي شارك فيها تاثيره اكبر من تاثير بيريرا في 80 دقيقه، واقع؟ صحيح، انا اشوف بيريرا ممكن هو نقطه استفهام في الاداء نتاعو، لانه لاعب مميز نعرفوه احنا من قبل، لكن ماهوش يعطي اللي لازم يتعطى للهلال 100%، قاعد يعطي في 50% بس.